الباستا مع البطرخ. تاخد 10 دقايق تطبخ المعكروني، وبهالعشر دقايق عندك وقت تقص البطرخ وتزبطه وتكله. بدها ماكسيموم 10 دقايق تنطبخ. شايفة أنيسة مسهلة علينا الموضوع إن هي جايبة لنا مكرونة. أنا ما كنتش حاسس إن إحنا ممكن نكسب فيها يعني، ولا حتى مركز ثاني أو ثالث. إذا بدكم تستعملوا هالمعكرونة بدكم تفكروا كيف تقدموها. مين بده يدوق؟ حالك انت الضيف وبتحكمي. حلوة. هلا بدي اياكم تفكروا عندكم نص ساعة، والله يساعدكم اذا ما رح تطلعوني ملعقة نربح فيها ونبهر الضيف تبعنا ونقيها بالمركز الاول. نص ساعة انا بالنسبة لي كانت صدمة كبيرة في ان احنا ازاي نبقى احنا اللي نمتلك الوقت، مش الوقت هو اللي يمتلكنا. شو جلال انت حياتك اليوم مش مرتاح ابدا. انا شايف ان الموضوع الفكرة سهلة، لكن تنفيذها ان احنا نكسب مركز اول صعب. جلال ضحك جو يلا. ايه الاكل اللي ممكن تخلي كل الناس دي كلها تعمل اكل بسرعة وتاكله على السريع؟ الاكلات تذوم بتاع اخر دقيقة ياكلهم بسرعة، معناه ما يقعدش فيهم برشا. حتة لحمة مفرومة وتمشي كفتة. بالنسبة لنا اللحمة مفرومة حاجة سهلة وبدخلها في كذا أكلة. أول حاجة زي ما اتفقنا بنجيب نص كيلو لحمة مفرومة قدامه بصلية واحدة مبشورة غير مية. شكلها كده مبشور، بس أنا من وجهة نظري ومن نظرتي ليها لسه فيها مية. أهي دي المية. لو حطيت المية دي أو حطيت زيت أي مادة دهنية أو مادة سائلة في اللحم المفروم الطبيعي لازم تفك. لازم تفك حتى لو أنت عاملها كلها دهن. فبعمل إيه بقى؟ بصفيها كويس جدا وأبدأ كمان أعمل كده. أهو. دي مية كتيرة جدا، لو دخلت جوه الكفتة أكيد هتفك. ودي حبة ملح، فلفل أسمر، أول الكلام قبل أي بهارات. خلطة الكفتة بتاعت كنور فاين فودز هتديني طعم كويس جدا، وهتكمل أي بهار ناقص عندي في الكفتة دي بالذات. حط عندي حسب الرغبة معلقة ثوم. حلو الكلام، بسيط قوي، من جوزة الطيب، هنا حبة وهنا حبة. خلينا نشم ريحة اللحمة. هي ريحتها جايه دي وانا واقفه. شم ريحه اللحمه كده، ريحتها طالعه. شوفوا ايه سايق. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هعمل كده كوره عاديه جدا، هزودها شويه واكبرها عشان لما تخش الصينيه او تخش الفرن ما تبقاش معايا هتكش شويه. هتكش حاجه رخيصه وهو ده المطلوب. انا دايما بحب اعمل اكلي يكون متوفر في كل ايد الناس. دخل دي الفرن، درجة الحرارة بنتكلم من 150 ل 170 ماكسيمم 15 20 دقيقة، وتطلع معايا كفتة بالجوز بتاعها. لاحظ وخد بالك ان ما حطيناش فيها معلقة دهن او زيت. او 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 وهي دي الكفتة بعد التسوية يا جماعة، والشكل باين والأداء موجود والخطة نجحت بالشكل المطلوب. اليوم رح فرجيكم طبق انا عادة بحضره بالبيت لما أكون مستعجلة وما عندي وقت وما عندي كتير إشياء موجودة بالبراد. يعني بسيط جداً بس طعمته كتير طيبة. الموضوع بسطني قوي لأنه دايماً بنواجه المشكلة دي إن إحنا بنرجع من الشغل تعبانين بناكل أي حاجة. اليوم بس رح نستعمل هالمقلاية ورح حمر فيها البصل اللي مفروم، رح نزيد عليه شوية صلصة البندورة. الزبدة بتزيد طعمة كتير حلوة. شوية ثوم مفروم وسبانخ مثل ما بتعرفوا ما بده كتير وقت، يعني إذا منزيده مع الثوم الثوم ما بيحترق والسبانخ ما بيحترقوا. بدنا نزيدهم آخر تكة، ما فينا نحطهم بالأول. أنا ما فرمتهم لأنه بيعطوا شكل أحلى، لأنه كتير بيدبلوا أصلاً ما بدهم كتير وقت.
الديمو اللي عملته لنا بيه تاني عجبني، كان جديد وحلو، وانا فكرت ان انا استوحي منه وصفتي. هلا بدنا نشيل البيضة بسرعة وكلوا ونسوا همكم. او ماي جاد، الحين حيصير دوركم، ابغاكم كلكم تشدوا حالكم، ابغى فريق يفوز ثاني وثالث ورابع وخامس، بس اليوم عندي ليكم مفاجأة صغيرة. عندكم بس 30 دقيقة، نص ساعة بتبتدي هلا. ثلاثة، اثنين، واحد، يلا.